في إطار الجهود التي تبذلها جامعة جنوب الوادي في خدمة المجتمع، نظم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة الاحتفال السنوي لليوم العالمي لذوي الهمم تحت رعاية الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وأوضح الدكتور يوسف غرباوي دور الجامعة في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات، كما ثمن جهود الدولة المصرية في هذا الصدد منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوي الهمم. الدولة تكمل ثلاث أعوام اهتمت بشدة لهذه الفئة العزيزة من الأبناء وخصوصا طلاب الجامعة. لما مجلس الأعلى للجامعات خذ قرارا أن من حق طلاب ذوي الهمم الالتحاق بأي مجال تعليمي طالما درجات استمرار أبناء الإزالة. وكنا جامعة السفر تقديم هذا المنحة، وبالتالي لدينا الأبناء الأعزاء في كلية الطب والأبناء الأعزاء في كلية الآداب وكلية التربية النوعية، ونفخر بإنتاجهم ومجهودهم ولعل لوحاتهم تدل عليهم. وأشار الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا إلى التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة في هذا الملف، وما أطلقته الدولة من مبادرات لدعم هذه الفئات وإدماجهم في المجتمع. والحقيقة في تنسيق وتعاون دائم بين الجامعة والمحافظة، سواء على مستوى المحافظة، على مستوى الجامعة، على مستوى هيئات المجتمع المدني، من خلال المشاركة معهم في الاحتفالات والعمل على إدماجهم داخل المجتمع، سواء في من خلال التنسيق الدائم مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لأنه هذه الفئة مهم جدا إن احنا نهتم بيها. هنلاقي في مجموعة منهم من أصحاب فكر، أصحاب مهارات، وإحنا دايما لازم نرعى هذه الفئات ويكون في دايما دعم ليهم. دايما السيد المحافظ والسيد طبعا رئيس الجامعة بيهتم بهذه الفئات وبيحرص على تقديم الدعم الدائم ليهم. في اهتمامات متتالية من قبل الحكومة، أطلقت الحكومة مبادرة مصر أجمل بكم، وكمان الوزارات بتبذل العديد من المجهودات في هذا الصدد. النهارده في احتفاليه عظيمه يعني بتنظمها جامعه جنوب الوادي بما لها من اسهامات كبيره الحقيقه لذوي الاحتياجات. والحقيقه الجزء المميز اللي بيميز هنا التعاون الكبير والوثيق ما بين جامعه جنوب الوادي وما بين مديريه التضامن الاجتماعي في الاستفاده من خدمات مركز الحكيم. كما أشاد الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة بدور مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة وما يقدمه من دعم ورعاية وتسهيلات لذوي الهمم، فهم أصحاب فكر وإبداعات خلاقة ولكل منهم دوره في المجتمع. الجامعة كانت حريصة جدا أنها تنظم هذه الاحتفالية عشان خاطر نقدر ندخل ابتسامة على شفات أبنائنا وأخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإن كنت أنا ما بحبش أسمي هذا الاسم لأنهم هم ذوي الهمم، كل واحد فيهم عنده طاقة إيجابية يستطيع من خلالها أن هو يقدم كل ما يستطيع في خدمة مجتمعه وفي خدمة وطنه. فعشان كده إحنا بنقول أن هم ليسوا أصحاب إعاقة، ولكن هم ذوي همم عندهم قدرات إبداعية خلاقة يستطيع المجتمع أن هو يستفيد منها في كل المجالات وفي كل المواقف اللي هم بيبقوا موجودين فيها. سيادة الرئيس الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي كان حريص على إقامة هذه الاحتفالية وتقديم كل الدعم اللازم لإقامتها، وإحنا الحمد لله يمكن عشان خاطر نساعد هذه الفئة ونساعد كمان القائمين على التعامل مع هذه الفئة أنشأنا مركز ذوي الاحتياجات الخاصة وزودناه بكل الاحتياجات الخاصة به، وبدأنا نعمل دورات تدريبية لكل القائمين على التعامل مع هذه الفئة من أبناء الشعب المصري. مشاركين النهارده معانا في جميع فقرات الحفل طلاب الجامعه من ذوي الاحتياجات الخاصه وطلاب مدرسه السم والبكم ومدرسه النور المكوفين ومدرسه التربيه الفكريه بمحافظه قنا. النهارده يعني احنا بنحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، واحنا منذ ان اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصه، فقد اولت كل مؤسسات الدوله بتقديم كافة الدعم والمساعدة والمساندة لرعاية هذه الفئة من الأشخاص. وانطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع
فقد أنشأت الجامعة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة لرعاية هذه الفئة وتقديم الخدمات الصحية والخدمات العلاجية المختلفة وتقديم الأنشطة لممارسة الأنشطة المختلفة داخل الجامعة وخارجها. وأثناء الاحتفال قدم طلاب الجامعة من ذوي الهمم عددا من الفقرات والعروض الفنية، كما تم ترجمة الحفل بلغة الإشارة. شهد الاحتفال الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، كما شاركت العديد من المدارس والجمعيات المعنية بذوي الهمم.